السي احمد الصعري ما كان عنده حتى شي اعراض ديال المرض، ما كان كيعاني حتى شي حاجه حتى طاح. جا داكشي كيف ما كنقولوا جات الطيحه على غفله. من بعد مشينا ديناه للميليتير، تما نعس فيه واحد شهرين. كانوا الاطباء وداكشي مقابلينه، كانت النقابه، كانوا فنانين كيجيو يزوروه. من بعد رجع للدار عادي، استمر في المرض ديالو، كيدير العلاج ديالو، دار الترويض لحد الان باقي كيدير الترويض. مي الى يومنا هذا الحاله باقا هي و انتما كتشوفوا فيه النطق ديالو ما بقاش صعيب انه يوصل لك شي حاجه باغيها، صعيبه بزاف. شال النصف فيه هو اللي كان من الاول، هو اللي باقي لدابا غير الدواء اللي كيكالميه وصافي. هادشي اللي كاين، عنده الحصص ديال الترويض، عنده جوج مرات في الاسبوع كيمشي كيدير. وبالنسبه بغيت من هذا المنبر بغيت نشكر ابو امل دلال وعمر ابو امل، لانهم عيطوا لي ومشينا عندهم. ومن نهار من نهار من نهار طاح، من 2015 حتى اليوم 2018 وهما كيديروا لي الترويض بدون مقابل. بغيت نشكرهم بزاف على هذا الخير هذا الكبير، واخا ما عرفت شنو نديروا ما غنقدروش نوفيه لهم. انتم كتحبوني وانا كنحبكم، وكتحسبوني بخوت الاحترام، وانا قمت تحت الجيران بالاحترام. كنوجه النداء ديالي لصاحب جلالة الملك نصره الله، الله يحفظه لينا والله يخليه تاج فوق راسنا. من هذا المنبر هذا بغيت نقول لسيدنا ان هذا السيد هذا الهرم، هرم المسرح، ما خداش حقه، وكنطلب من المسؤولين انهم يلتفتوا ليه. الله يشفيك.